الوطن يا صنع الفتن، حلوا عن هالوطن، حلوا عنا بدنا نعيش بكفينا محن. De revoluționari, soldații fideli președintelui Bashar al-Assad au fugit în debandadă. Trecem din Turcia în Siria, fără niciun control, fără niciun control al pașapoartelor, fără să ne întrebe nimeni de sănătate și de bine. Reșim el wahdi bitkhab, reșim el wahdi bitrtab, rahtin kishfu rahtin shaw, kul alalam minkum tabu. Reșim el wahdi bitkhab, ليش من الوحدة بترتاب، رح تنكشف ورح تنشاف كل العالم منكم تابوا. يا صنع الفتن حلوا عن هالوطن، حلوا عنا بدنا نعيش بكفينا محن. أنا الدكتورة حنان، حبيت أحكي معكم اليوم مشان أخبركم بحادثة صارت معي مانا كتير حلوة. مبارح بالليل الساعة 2 إجاني تليفون من شخص معارض، هو بيكون طبيب من حلب عايش بمدينة كرايوفا برومانيا، اسمه أحمد شاوي. هذا الشخص امبارح دقل لي بالليل، انا كنت نايمه، قعد يسمعني حكي وسخ ويسبسب وهالقصص، فانا سكرت بوشه بالاخير ورجعت دقيت له اليوم الساعه 2:40 دقيقه، اليوم الاربعاء 23/5/2012. حكيت معه المحادثه اللي رح اعرضها عليكم هلا. أنا كتير متضايقة إنه بتأسف إنه رح أعرض علناً هالحكي اللي توجه لي، وهالشي بيزعجني إلي قبل ما يزعج غيري، بس لازم، ما في طريقة تانية، لازم بينهم على حقيقتهم. على كل حال بحب إنه هذا واحد من اللي كتير سيئين هون معروفين، كان من رؤوس المعارضة برومانيا. في عدة إشي عليه، مثل مثلاً قرار محكمة حلب بيسجنه انه نصب عليا، هو اجى رومانيا زور القرار المحكمي وقال انه السبب كان انه طلع مظاهره ضد النظام سنه 1997، مع العلم انه بهذيك السنه ما كان في مشاكل سياسيه اصلا، وكل هذا بس لحتى يحاول ينفذ حاله وياخذ له ورقه لجوء، وطبعا شوه بهالشكل سمعت سوريا بالخارج. على كل حال في كتير اشياء عليه وبقية اشخاص بالمعارضة، انا كتبت كتير عنهم، فيكم تعملوا سيرج على جوجل اذا بتحبوا تعرفوا اشياء اكتر، بتقدروا تكتبوا كشف وثائق عصابات المعارضة السورية في رومانيا، بتلاقوا تقارير، هذا التقرير مثلا بتلاقوا عنه معلومات كمان كتبته انا. وبعتذر مرة تانية اني رح اعرض المحادثة بكل شيء فيها، بس هذا احسن شيء. الو الو، مرحبا دكتور احمد شاوي. يا منيوك يا اخو الشرموطه يا مصاص ليوره ثانيك، انت والسفير تبعك يا اخو الاحزاب. لا 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 احمد شاوي، ما انا دقيت لك لحتى اعرف لشو دقيت لي امبارح ساعه 2 بالليل وقاعد تسمع يا اخو الشرموطه. حتى حالك بنت يا اخو الاحزاب. طيب ليش دقيت لي امبارح؟ احمد شاوي احمد شاوي احمد شاوي احمد شاوي قبل الشرموطه يا مصاص ليوره. منو انت؟ ايه اخو شرموطه؟ تهنيك انت والسفير ونائب السفير والاخطاء الاخرى. اسمعني بدي اقول لك شغله، ممكن تهنيك يدمك زي ما بدك على دمك، انت دكتور محترم تحكي معي هيك؟ خلاص يعني هيك بعد اكثر يا بنت الشرموطه، كل مخابراتك وكل مبراهيك انت بنت عند المخابرات الرومانيه، بدي اوصل تصريح زي ما حالك بنت يا اخو الشرموطه. لسه شوف هذا راح، شوف هذا راح ما ادري ايش بيصير فيه. مين هو؟ انا دكتور. ايه انا دكتور. ايه دكتور غصب عن ابوك يا بنت الشرموطه. لا نحن زملاء معناتها، انت هيك بتحكي معنا زملاء. هذا زملاء انت فيها دكتوره في صيف في راس غيري انت، فهمتي علي؟ دكتوره في راس، دكتوره في نص الهيوله. سويت وش الحلبيه؟ انا بعلم الحلبيه اواد ما بتفهم. انا اختك الحلبيه انت الشرموطه علويه اللي على ابوك في طيزي. ايه انا على كل حال، كل فتحاتك وكل تهديداتك اللي اعتدتيني اياها وتبعتيها على الانترنت عند المخابرات الرومانيه، بدي امصك ايرنج.
انت بتعرف شو اللي بيضايقني اكثر شي فيك؟ انه كيف كيف؟ تقدر انت بسبب كيف بتقدر انت مشان لجوء بدل ما تقول اللي صار بحلب وانه قلعوك وهالقصص، تقول انه الحكم كان لانك طلعت مظاهره ضد النظام، تنزع سمعه البلد مشان انه ورقه لجوء، مو عيب عليك؟ ما بتصحي على دمك؟ انت اكثر شيء زعجني فيه بالذات يعني. كني عم بتنص غير انت عم تحكي؟ عفوا؟ كني عم بتنص غير هلا انت عم تحكي؟ لا هو انت مشكله بتليفونك، شو رايك تحكي بالشباك؟ تليفونك حرفان. وقفي النص بالاول، وقفي النص بعد احكي معي. لا حكي معك انتهى، على فكره انا ماني خايفه لا منك ولا من كل شيء اسمه معارضه برومانيا، امثالكم ما بيشرفوا جاليتنا، نحن على القليله بنحب بلدنا ما بنشارك التكبير، وبغض النظر عن توجهاتنا السياسيه. بينما انتم حاضر. وقفي النص بالاول، وقفي النص بعد احكي معي.